لو هذا البريد متحف، الناس يجوا يقضوا من الانتيك، يقضوا من الفضيات، يقضوا من ملابس الرجال، يقضوا من الاشياء الشعبيات، من المطاعم، من المقاهي. وهذا متحف يدخلون الناس يستمتعوا يشوفوا اشياء من تاريخنا، تاريخنا في الاتصالات، تاريخنا في البرق والبريد في هذه، مع مقهى صغير، مع جلسات حلوه، مع نوافير محترمه، مع تشجير جميل، مع حمامات راقيه، مع جلسات راقيه تتناسب مع الرؤيه. سيفين وعلم، احنا سيفين وعلم.